سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. اليوم جددنا لكم الفيديو ديال كيفاش تصاوبوا مزيل المكياج في البيت ديالكم اللي كيزول المكياج العادي والمكياج واتر بروف اللي هو المكياج اللي ما كيتحيدش بسهوله واخا تخيسوا يعني الماء. ما عرفتش كيفاش كيتقال باللغه العربيه، ولكن هكا شرحته لكم. كي جيت جبت لكم شي حوايج يعني بحال هذا المكياج مثلا اللي هو صعيب باش نحيدو، مثلا هذا ديال كايلي ليميتاسيون ولكن صعيب باش يتحيد، وهذا واتر بروف هذا القلم، وهذا الكحل هذا اللي كنستعمل ديال مايبلين، هادو كلهم صعاب يعني الازاله. باش في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم واش كيحيد نيت بالصح ولا لا. وحاجه اخرى يعني كما قلت لكم هذا المزيل ماكياج زوين زوين بزاف، انا غادي نوريكم كيفاش تصابوه، ساهل ساهل بزاف. في نفس الوقت كيغذي لنا البشره، يعني ملي كنحيدو الماكياج ديالنا بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه غادي يغذي لك البشره، بالنسبه للبنت البنات اللي عندها البشره دهنيه غادي يخصها من تالي يعني عادي. اي انا بعدا ضروري واخا كنحيد الماكياج بالمزيل الماكياج ضروري ما كنغسلو بالصابون خصوصا بالليل، يعني ضروري ما تغسلو وجهكم باش تحيد لكم، يعني واخا يكون عندكم البشره دهنيه بحالي انا ما يكون حتى شي مشكل لحقاش من بعد غادي تغسلي وجهك. ولكن في ديك الوقت ديال الازاله ديال الماكياج ما غاديش تضر البشره ديالك لحقاش فيها دوك الزيوت كتغذي البشره كتساعدنا على تحيد الماكياج بسهوله كما قلت لكم. يعني هاد الوصفه زوينه زوينه بزاف، مفيده وماشي ما مضرش. وغادي نبداو. اول حاجه غادي تحتاجوا البنات وهو مورد حليه خلق العديره بحال هكا حقاش كنستعملوه بزاف كيكون في الدوج داكشي باش هادي تقطعات لي. غنحتاجوا مورد، غتحتاجوا زيت اللوز، وغادي تحتاجوا زيت لافوكا، الفيتامين او اللي صراحه هاد الفيتامين او زوين بزاف عنده بزاف ديال المنافع، وزيت الخروع. انا هنايا وريتكم بزاف ديال الزيوت ولكن ما غاديش ندير هاد الزيوت كاملين، غادي نختار واحد الزيوت يعني اللي غادي نشوف انا غادي يفيدوني البشره. تقدروا تستعملوا زيت الكوكو، زيت الزيتون، مثلا ما عندكمش حتى واحد من هاد الزيوت تقدروا ديروا زيت الزيتون مع هاد المورد. ماناش غادي ندير، غتاخذوا غير تحتاجوا واحد القرعه، مثلا انا خديت هاد القرعه هادي كما شفتوا درت فيها مورد تقريبا اكثر من نص. ودابا غادي نضيف ليها الزيوت اللي انا بغيت. انا غاش من زيوت غادي نضيف البنات، غنضيف الفيتامين او، غنضيف مثلا تقريبا شي 4 القطرات لحقاش هذا يعني مركز، واحد جوج ثلاثة هي 4 او 5 ماشي مشكل. يعني غنضيفوا ليه زيت فيتامين او، وغادي نديروا معلقه صغيره من زيت الافوكادو. انا ما غنديرش زيت اللوز لحقاش زيت اللوز مزيت بزاف، انا عارفه يعني تقريبا العبار ديال معلقه صغيره غير منشوفه معلقه صغيره، ولكن نقدر نديرو اكثر. انا كنظن يعني في هذه الكميه اللي درت غنحتاج معلقه كبيره لحقاش بان ليا غندير غير ثلاثه الزيوت، وفيتامين او درت غير كميه قليله كما كتشوفوا. هذاك الزيت ديالنا كيدير، وغندير زيت الخروع. انا كما قلت لكم زيت اللوز ما غنديروش لحقاش من البشره ديالي دهنيه وما بغيتش نكثر منه، كنستعملو باش ملي كنبغي نغسل وجهي مثلا دغيا كان هو باش كنحيد الماكياج بلا ما ندير هذا، كندير غير هو بوحدو كنحيد به الماكياج في بيديا. فندير معلقه تقريبا كبيره ديال الخروع، زيت الخروع راه مفيد بزاف البنات، وصافي. وغادي نغلقو هادي، ما عرفتش نحط الغلاقه بعدا. ومن بعد في كل استعمال، من بعد كل استعمال ضروري ما تخلطوه بحال هكا باش يولي لكم بحال هكا، وغادي يجي ساهل يعني باش نستعمله. صراحه هذا سميتو زوين بزاف، انا غادي نستغنى على هذاك الاخر غنولي نستعمل هذا. داك درتو شحال هذا ولكن مع هذا مورا الولاده ديالي ما بقيتش درتو. ودابا غادي ندير هذا العكر هذا اللي هو ما كيتحيدش بسهوله، وغادي ندير هذا القلم ديال الكيكو حتى هو صعيب باش يتحيد، صعيب صعيب بزاف كتشوفوا، باش نديرو التجربه ديالنا. والبنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، يعني نقولها لكم باش ما يجيش الفيديو طويل ونقولها في الاخر. هاد الماسكارا تاهي يلا خديتها كجاتني تاهي فيها بزاف يعني البرودوي صعيبه باش تحيد، ما كتبغيش تحيد لي يعني بسهوله ملي كنغسل وجهي. وغادي ناخذ هاد الكحول ديال مايبلين اللي هو صراحه صعيب صعيب حتى هو في التحيد، يعني لدرجه اني دائما واخا كنغسل وجهي شي مرات في الصباح كيصبح ليا في الوجه ديالي، كيبقى ليا في العينين ديالي وتحت العينين ديالي.
دابا البنات نخليهم ينشفوا واحد شويه وغادي نحيدوهم ب سميتو بهذا السميتو ديالنا. كما كتشوفوا هو كيولي عندنا يعني بفاستيكو كيوليو فيه جوج كيتخل كيبقى زيت بوحدو هذا بوحدو، ولكن هي كتخلطيه صافي كيندمج مع بعضياته. غناخذ واحد نقطن من هادوك ديال اذا باش نزولوا الماكياج ديالنا، وغادي ندير واحد القطيرات من هنا وغادي نحطو على مثلا نبداو بهذا. هو انا كنشوف دغيا كما كتشوفوا البنات احنا دابا كنحيديه بشويه ما كنبركش، يعني كنحاول ندير غير ها وكنحيد كما كتشوفوا. شوف يعني المره الثانيه صافي كيحيد كل شيء. واللي زوين في هذا سميتو في هذا المزيد لما شفتو كما كنخلي يدي البنات هاد البلاصه بقى شويه حمراء لحقاش يدي انا يعني كنقيسها بحال هكا شويه شويه كتبقى ليا حمراء. وكما شفتوا كيفاش حيد هذاك الشيء بسرعه، وكما قلت لكم طبيعي يعني ما غاديش تحتاجوا يعني شي واحد يعني ماشي طبيعي. هذا تصاوبوه في داركم عارفين المكونات اللي فيه وهو زوين زوين بزاف مفيد لينا، ما غيضرناش لا في عويناتنا لا في وجهنا لا والو. كنتمنى الفيديو يفيدكم البنات ويعجبكم يعني وتجربوا هذا البرودوي هذا راه زوين زوين بزاف. واللي ما عندكمش قلت لكم الزيت اش غديروا، غتاخذوا مورد غتعمروه مثلا تل هنا وديروا اللي هو زيت الزيتون، هو تا هو غيساعدكم. وزيت الزيتون راه غني بالفيتامين او كانت ولا زيت ارغان مثلا عندكم زيت ارغان البنات، يعني اي زيت طبيعي راه غادي ينفعكم. كنتمنى البنات الفيديو يعجبكم، الا عجبكم ديروا لايك وسبسكرايب، واي حاجه اي يعني سؤال عندكم قول خليوه ليا في التعليقات غادي نجاوبكم، يعني ولا شي حاجه ما عرفتوهاش ما فهمتونيش في شي حاجه قولوها لي انا غادي نجاوبكم في التعليقات اكيد. تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو ما جي ان شاء الله. باي باي.